إحنا عندما نفكر إخراج القوات الأجنبية والولايات المتحدة الأمريكية جاءت يعني متفاوضة وأعلنت أنها مستعدة للانسحاب خلال جدول زمني تضعه اللجان الفنية المختصة، وبالتالي يعني نقوم بهذه الأعمال ولا توجد سيطرة، أكيد راح نعطي فرصة لبقاء هذه القوات على أرض العراق. فبالتالي عندما نطلب أن يكون هناك لقاء سريع يدعو له القائد العام للقوات المسلحة أول مرة سياسيا، وبعد ذلك تجتمع الفصائل ونعطي فرصة للجان الفنية أن تحدد الوقت المناسب الذي تراه مناسبا فعلا لخروج هذه القوات الأجنبية والاعتماد على قواتنا، حتى لا نقوم بطعن قواتنا من الخلف، ونعطي فرصة من يعني من المحتمل إذا استمر الوضع هكذا الولايات المتحدة الأمريكية غدا يصدر بيان أنها توقف التفاوض الاستراتيجي وتبقى لفترات طويلة لحين استقرار الوضع في العراق.